مساء الخير عليكم جميعا. سعيد جدا بوجودي معكم النهارده، وشرف ليا كبير ان انا ابقى موجود هنا على منصه تيد. انا جاي النهارده عشان اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، هو اختيار او مواصفات الاختيار بتاعه شريك العمل. كلنا بنتعرض لمشاكل كتير بسبب الشراكه، او بسبب عندنا دخلنا شراكه، فكتير من الشركات بتقفل او بتبدا وبتقفل بسرعه بسبب ان بيبقى فيه مواصفات ما لقيناهاش في بعض. انا عارف طبعا ان الموضوع ده موضوع نسبي جدا ومختلف وبيختلف من شخص للتاني، بس خليني ان انا احكي لكم تجربتي يمكن يعني تفيد ونقدر نتجنب الخلل اللي بيحصل نتيجه العلاقه دي. في 2008 انا بدات شركه، كانت شركه اعلانات، وللاسف الشركه دي بعد 6 شهور بس قفلت بسبب الشراكه. من ساعتها انا قررت ان انا مش هبدا خالص شراكه مع حد، وان انا هبعد عن الشراكه واغني لها، لحد بقى ما قابلت هبه. انا بقى جيت وغيرت رايه واقنعته بالعكس. مساء الخير. هنا في ورا الباب ده في نفس المبنى هنا في الجامعه الامريكيه قابلت محمد في كورس السيتي تافل، واحنا كورس ازاي تدرس عربي للاجانب. بعد الكورس على طول اشتغلت في نفس المكان اللي بيشتغل فيه محمد، مدرسه عربي للاجانب. بداية شراكتنا كانت لعبة. محمد وقتها كان مصمم لعبة تعليمية ازاي الاجانب ما يتكلموش عربي مكسر. خدت اللعبة منه وقعدت العب بيها مع الطلاب بتوعي في فصولي، وبعدين النتيجة كانت مذهلة. في اقل من ساعتين لقيت الطلاب قدروا يتفاعلوا ويتواصلوا ويكتشفوا اخطائهم بنفسهم. خرجت من الفصل سعيدة جدا، اقترحت على محمد وقلت له انت ليه ما تنتجش اللعبه دي بنفسك وتعمل مثلا صفحه على البيج او على الفيسبوك بيج او حاجه كده انك انت تبعها للاجانب المهتمين بالمجال. حقيقي فعلا هبه اقنعتني وألحت عليا كتير ان انا اعمل الموضوع ده. انا يعني ما كانش عندي خبره كبيره، عملت براند نيم باسمي محمد حارس، يعني حطيت كده اللوجو بتاعي حطيته في اللعبه وخلاص. بس بعد كده يعني بدانا نفكر، انا بدات اتفاعل مع هبه اكتر، واكتشفت ان في تشارك في نفس القيم والافكار في شغلنا، فبدانا نشتغل اكتر على اللعبه. وبعدها تقريبا ب6 شهور بس احنا اسسنا شركه، والشركه دي كانت احنا يعني في هدفنا ان الشركه دي تكون متخصصه بس في انتاج الالعاب التعليميه، العاب تعليميه للاجانب. اشتغلنا كتير على اللعبه وطورناها، مش بس طورناها في شكلها، دي كانت الصوره قبل ما نتشارك تقريبا، بس كنت باخد راي هبه في حاجات كتير جدا فيها، وديتني كتير من وقتها عشان فعلاً توصل للمستوى الاولاني ده. بعد ما عملنا الشراكه اللعبه اتغيرت في الشكل والمضمون. اللعبه كانت عايزه او هدفها ان هي تقدم العربي للاجانب بشكل مختلف تماما عن اللي احنا بنقدمه للمصريين هنا في مدارسنا او للعرب بشكل عام. فالموضوع مختلف تماما عن الالعاب التعليميه اللي تبقى موجوده في المكتبات. هي لعبه هدفها ان الطالب يتواصل بالعربي من غير ما يبقى اللغه بتاعته مكسره. في الوقت ده احنا كنا مقررين ان شركتنا هتبقى بس انتاج العاب تعليميه، بس لقينا ان الطلاب بتواجههم مشاكل تانية كتير مختلفه. يعني واحده من المشاكل دي هي صعوبه فهم الاخبار المسموعه، وخصوصا بالنسبه للطلاب المبتدئين والمستوى المتوسط. فقررنا ان احنا نعمل نشرة اخبار تعليمية بتحاكي نشرة الاخبار الواقعية لكن بشكل تعليمي في منهجية، عشان نقدر نساعد الطلاب على حل مشكلتهم. وبالفعل قعدنا حوالي 3 شهور بنألف في المادة الاخبارية التعليمية. عملنا نشرة بجد، يعني زي اللي بنشوفها كده في البي بي سي بالظبط. قدرنا نصمم استوديو بشكل احترافي جدا، ما عندناش اي نوليدج ان احنا نعمل ده، بس اليوتيوب طبعا بتوصل لحاجات كتير فيه. قدرنا نعمل عزل للصوت، واشتغلنا بقى اشتغلنا نجارين ونقاشين ومهندسين ديكور، يعني كل حاجه يعني. وقدرنا بعدها ان احنا نعمل استوديو بجد نقدم فيه حلقات اخباريه بالظبط. طب ايه الهدف من الحلقات الاخباريه ديت عشان نقدمها؟ وصلنا للمستوى ده الاستوديو بتاعنا. ايه الهدف ان احنا نقدم الاخبار؟ لان الطلاب الاجانب بيبقوا عايزين يسمعوا نشرة الأخبار. طب في مستوى متوسط صعب جدا إن هو يوصل لده. بعدين الاستوديو ده قدرنا من خلاله إن احنا نوصل اللغة بشكل سهل جدا.
بس قبل ما نعمل كده برضو احنا تعلمنا تصوير وتعلمنا اضاءة وتعلمنا حاجات كتير، ما قدرناش نجيب حد عشان ما كانش فيه فلوس، فعملنا كل حاجه بنفسنا. يعني رحنا كل كانش فيه بادجت بالظبط، ما كانش فيه فلوس، فروحنا اشتغلنا بنفسنا، وايديا كانت بتورم كده من المفكات ومن الحاجات اللي كنت بعملها. طيب انا نجاره شاطره جدا على فكره، انا نقاشه ونجاره وكل حاجه، بس لحد الحمد لله ما طلعنا نشره الاخبار اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي بتساعد الطلاب. انتجنا 270 حلقه، يعني 270 حلقه اخبار عملناها بشكل احترافي متدرجه من السهل للصعب. اسفه 270 حلقه يا جماعه، دي كانت صفصفوا على 270 حلقه. احنا صورنا حوالي 810 850 مره 900 عشان مره، عشان كانت بتغلط كتير، وانا في كلاكات 59 كلاكات حاجات كده، وده طبعا لان احنا مدرسين، احنا مش بتوع ميديا، فكانت الاخطاء الفنيه كتير، وكان في برضو اخطاء لغويه، فاحنا قعدنا نعيد كتير عشان كنا عاوزين ان الحلقات تطلع على احسن صوره. بعدها هبه بقى سابت الشركه خالص الحمد لله. انا فرحت بصراحه في الوقت ده، يعني فضيت الشراكه بسرعه، المكسب 100% انا كده خلاص. انا سبت الشركه لسبب، كنا بقالنا 3 سنين شركة، فانا زهقت، حسيت باحباط، عمالين نعمل شغل حلو قوي ومحدش شايفه، مفيش فلوس، احنا بنصرف فلوس من 7 الصبح ل 12 بالليل، انا في الشارع وانا ام الاربع اولاد، فالدنيا عندي كانت صعبه، فاللي هو لحد امتى بقى، لحد امتى هعمل كل ده؟ فسبت الشراكه وخلاص. بعد كده بقيت اكلم محمد في التليفون، هيا محمد عملت ايه، بتزن عليا عشان ايه ترجع طول يعني. الوقت بتكلم في الشغل، منتجت الحلقات، طبعت اللعبه، هنعمل ايه، حسيت ان انا سايبه حته مني. بس بصراحه محمد جه وقال لي يا هبه انت لازم ترجعي الشركه، ده مجهودك وتعبك، محدش ينفع يبقى شريكي غيرك، وكان فعلا مقدر مجهودي، ودي صفه مهمه جدا للشركه مع بعض. شكرا يا محمد. دعكي من هذا الهراء يا فتاة. حسناً، ولكن ماذا بك يا صاح؟ أريد شقة. أتريدها مفروشة؟ حسناً، ولكن لا أريدها في منطقة نائية. طلبك ليس عندي. طيب معلش، هو كان لازم نعمل كده. دي الطريقة بالضبط اللي بيتقدم بيها الفصحى للأجانب، مملة، فيهاش بادي لانجوج، يعني نقدر نقول إن هي ما فيهاش روح ولا واقعية. أنت بتقدم كلام إحنا بنستخدمه، لو انت عايز تتعلم عربي هتستخدم المفردات دي فعلا، بس الاداء سيء. طب نعمل ايه؟ ده غالبا الناس بتستخدم الطريقه دي او الستايل ده من التعليم. طب نعمل ايه؟ احنا فكرنا ان احنا لازم عندنا معداتنا، يعني عندنا الكاميرا وادوات الصوت والاضاءه. طب ما تيجي ننتج حلقات دراميه. بدانا نجيب ممثلين هواه، بس المشكله الكبيره اللي حصلت، الممثلين شطار بيعرفوا يمثلوا كويس، بس المشكلة الحقيقية إن الممثلين مش عارفين يتكلموا العربي الفصحى كويس، يعني محتاجين ندرس لهم عربي الأول وبعدين، وأخطاء كتير وحاجات كده كانت صعبة جدا. ما كانش عندنا حل غير إن إحنا نعتمد على الفنان أحمد زكي والفنان فؤاد المهندس ورجاء الجداوي، إحنا علمناهم فصحى، هم شطار جدا. هنشوف مع بعض الفيديو ده. تفضل. شكرا يا هانم. وبكم يمكننا أن نؤجر شقتنا؟ إذا قمنا بتجديد الديكور من الممكن أن نؤجرها ب1500 جنيه في الشهر؟ أهذا كثير؟ لعلمك لن أقبل بأقل من هذا. وبالنسبة للشقة التي سوف نستأجرها، أين موقعها؟ عندي شقق صغيرة وبأسعار مناسبة، بحد أقصى 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ هذا سعر مناسب ويمكننا دفعه، لأن حالتنا ميسورة والحمد لله، لكننا نأمل أن نجد شقة أرخص من ذلك. طلبك موجود، أنت تريد شقة مفروشة بدون أن تدفع تأمين أو عمولة سمسرة وبسعر معقول بحد أقصى 100 جنيه. هذا ما نريد. عندي شقة مناسبة وفي متناول اليد. كل ما أخشى أن تكون في حي شعبي أو في منطقة نائية. على العكس، الشقة تقع في موقع متميز وقريبة من هنا وتطل على مصر كلها. أين؟ في الروف. أين؟ في الروف، أي السطح كما تسمونه. ومن هنا كان عندنا كلاكيت أول مرة، كلاكيت تاني مرة، كلاكيت تالت مرة، ده المنهج اللي بيدرسوه الأجانب عندنا في المدرسة.
المنهج ده عبارة عن مشاهد من الأفلام والمسلسلات المصرية المدبلجة بالفصحى، الطلاب بيتدربوا عليها، وكمان عندنا في المدرسة نادي دراما بالعربي، الطلاب اللي عايزين يمثلوا المشاهد دي بندربهم على التمثيل على إيد متخصصين. على فكرة ده كان نفس موضوع رسالتي في الماجستير، وأنا جربت التجربة دي على 13 طالب أجنبي، هم اللي كانوا موجودين في مصر وقتها من جنسيات مختلفة، والنتيجة بتاعت التجربة إن 11 من أصل 13 طالب يعني مستواهم في التحدث ومستواهم في التواصل اللغوي زاد بشكل كبير جدا، ودفعيتهم كمان لتعلم اللغة زادت وصلت ل 85%. وبالمناسبة عايزة أقول حاجة، من ضمن كمان مواصفات مواصفات اختيار شريك العمل الإسعاد، إنك تسعد شريكك. أنا طبعاً بمناسبة الماجستير عملت لمحمد حفلة جبارة، مش قوي جبارة، كلفتني كتير يعني. ماشي، الحقيقة فعلاً أنا كنت مبسوط في الحفلة دي، عملتها لي كنت مبسوط جداً جداً، بس اللي كان ساعدني أكتر إن أنا الفترة اللي فاتت ديت 5 شهور، فضلت 5 أو 6 شهور بمر بأزمة صحية جديدة جداً، وكنت بقدر أتابع الشغل. هبة كانت بتسد عني حاجات كتير، وقتها أنا كنت مبسوط أكتر من الحفلة بصراحة، وأنا حتى قلت لها كده أنا مبسوط أكتر، لأن أنا حسيت إن أنا في سند، في حد وراك بيشيلك، مفيش حد بيشتكي أو حد بيقول لك أنا زهقت أو هات لي حد بدالك أو كده. بصراحة كانت حاجة حلوة جدا يعني. وأنت كمان يا مشلتني. طيب، في 2017 كنا عندنا برامجنا، عندنا نشرة أخبار، عندنا مواقف درامية، عندنا ألعاب تعليمية، عندنا كل حاجة، وما عندناش مكان نشتغل فيه، معناش فلوس نجيب مكان، بس ده ما وقفناش، قلنا نشتغل في أي ورك سبيس، أجرنا روم وندرس فيها، وبالفعل عملنا كده. بس إحنا المشكلة أن رؤيتنا للمدرسة أن هي مش مجرد فصل ندرس فيه، المدرسة مجتمع كامل بيعيش فيه الطالب الأجنبي وبينغمس فيه في الثقافة. فاضطرينا قعدنا مع بعض وقلنا احنا لازم مكان، علشان كده كل الشغل اللي احنا عملناه كانه يعني خلاص احنا كده بندرس وبس، لكن ما بنعملش اي حاجه في من الانشطه اللي احنا بنعملها في المدرسه. تاني يا جماعه خدنا مقر بسرعه، الحمد لله، واشتغلنا تاني برضو نقاشين ونجارين، مفيش فلوس طبعا كتير، ولو حد عايز نقاش هنا في صبي نقاش ان شاء الله يعني، انا اصلا مش صبي اصلا. وبعدين بدانا نمارس بقى الانشطه بتاعتنا، انشطه اللغه بتاعتنا بدانا نشتغلها، بدانا نعمل كوكين دي ملوخيه، وبدانا كمان نشتغل على مش بنعمل رقص شرقي، مش بنعمل رقص شرقي، بس بنعمل حركات الرقص الشرقي كمان. ده بقى اللي كان عامل دور الفنان احمد زكي في البيت بواب، يعني هو طالب من اليابان وكان بيمثل الدور، عود كاليجرافي. توماس. توماس. توماس كان بيدرس معانا اللغة بتاعت وسائل الإعلام، وكان بينفذ وبيجرب النشرة معانا. دي كده قصتنا كده انتهت. لا، هي قصتنا ما انتهتش. احنا لسه عندنا فكرة تحت التنفيذ، هي راديو عربي أونلاين هنبث فيه برامجنا. وطول ما أنا ومحمد شركة ما أعتقدش إن القصة هتنتهي، لأن الأفكار بتتولد. ولما شريكك يجي يقول لك فكره حتى لو مش عاجباك حاول تحتضنها، لان مهم جدا احتضان الافكار، ده بيكبرها وبيطورها وبيخليكوا على اعلى مستوى. احنا كده نقدر نقول ان سبب ان احنا نجحنا او سبب ان احنا مستمرين في الشراكه هو ان احنا الاثنين مؤمنين بنفس الفكره بدرجه كبيره جدا، عشان كده احنا شايفين ان مش مهم ان انت تقنع حد انه يدخل معاك في الشراكه، يعني لان هو شريك مش مستثمر، فلازم يكون على نفس المستوى من الإيمان بالفكرة بتاعتك. كمان احنا بنقدر مجهود بعض، بنسعد بعض، الاحتضان الأفكار ده شيء مهم جدا، وكمان إنكار الذات، دي الحاجات المهمة جدا اللي توفرت في شراكتنا. احنا حبينا نقول لكم على التجربة دي، ممكن تكون مفيدة، ممكن حد يستفيد، هي تجربة برضو شخصية في الأول والآخر، لكن احنا حابين نقول ان حاول تختار شريكك في العمل عن حب، مش يكون شريك صالونات. شكرا. شكرا.